كان سقعة تنقل العيد بطريقة مميزة وحلوة. من بعد كل هالجولات كانت النهاية باستوديو الام تي في للاجتماع فيه كل فريق قرايب لغنوا سوا وتشاركوا أكل العيد على سفرة الشيف مانون مثل عائلة كبيرة، عائلة ام تي في قرايب. وللي عم بكفوا يعملوه دايما وخصوصا بهالوقت لأنه كل فريق قرايب عم بحضر حلقة لنوال كلها مفاجآت. حلقة ام تي في قرايب بكرة من كفار دبيان بكفية والكسليك وأكيد رح تكون سبيسيال مع جمعية سيل هوم اند كيدز وبابا نويل اللي رح يوزع الهدايا بعدة مناطق. ما تنسوا تتابعوها. وبحب ذكركم انه اذا حبيتوا ترجعوا تشوفوا اي فقرة مرقت بألايف او اي برنامج من برامج الام تي في ما الكم الا انه تفوتوا على ويب سايت www.mtv.com.lv. لهون بتكون خلصت جولتنا. انبسطوا بالعيد قد ما فيكم، تبهوا على حالكم، وانا بقولكم ميري كريسمس.